مصر تقول لهم لا، المخطط ده ما بيجيش مع مصر ولا المصريين. المصريين عندنا احنا قروا القصه من البدايه وعرفوا الموضوع من بدايته لنهايته، وقالوا لا احنا مصر واحنا المصريين، وقررنا ان احنا نبدد كل الظلام ده ونطلع من النفق المسلم ده على طول، ونقول للعالم احنا هنا اصحاب قرارنا ومحدش هيدخل في مصيرنا. ووقف الشعب قال كلمته، ووقف الجيش مع الشعب وايد شرعيه الشعب، وطلع قائد اخواتنا المسلحه المصريه رئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع وقال كلمته وعمل محاولات التنميه الاول، وقال للجماعه احنا عاوزين انتخابات مبكره يلا عشان نشوف الشعب عاوز ايه، وكان ده الحل السلمي الجميل اللي تقدم بيه. لكن هم أبوا، فكانت ثورة 36 ثورة اللي الشعب كله طلع فيها، ميادين مصر كلها كانت بتحتفل بهذه الثورة وقالوا كلمتهم، وكان فيه القرار اللي طلع بيه ب 3/7 وتفويض الشعب المصري كله للقيادة السياسية. رئيس ساعتها كان وزير الدفاع، واحنا الحقيقة بالإجماع تم تفويضه للدفاع عن أرض مصر، خصوصا احنا كنا كان عندنا مخططات ان احنا نسيب اراضينا ونسيب جزء مش عارف من دينا، كان عندنا مخططات زي اللي في سوريا بالظبط، ومخططات تمس حدودنا وتمس امننا وتمس تنميتنا وتمس شعبنا وتمس حريتنا ومبادئنا وقيمنا، قلت لهم الكلام ده كله. لكن بصوا احنا عملنا ايه بقى لما عقدنا العزم وتوكلنا على الله، كانت الثوره وكانت نتائج الثوره اللي العالم كله بيتكلم عليها. شفتوا النهارده كل مدينه عمرانيه حصل لها ظهير عمراني بمدينه ثانيه، 27 محافظه طبعا 27 محافظه ضربوا في 2 وفي 3. مساحه المعمور في مصر طلعت من 6% بقت 14 وهتبقى 23 خلال ال 10 سنوات القادمه. وبنتكلم على المشروعات العملاقه اللي حصلت في مصر ومشروعات التنميه، مشروعات التنميه في كل النواحي. احنا عندنا في مصر النهارده التحليل على يعني اكثر من 75 او 80 جامعه النهارده في مصر. كلها جامعات تكنولوجيا جديده وحديثه. بنتكلم على التعليم والقضيه واللي بيحصل فيه والتطور اللي بيحصل، هيحصل تطور ثاني وثالث ورابع ان شاء الله الفتره اللي جايه. وبنتكلم على المستوى الصحي اللي موجود، فيه تطور حصل وهيحصل ثاني ويستكمل بعد كده. احنا بنتكلم على 105 مليون النهارده، رغم كل الاعباء ورغم كل التحديات اللي موجوده ورغم كل المشاكل المستورده اللي جات لنا نتيجه كورونا مره ونتيجه الحرب الاوكرانيه الروسيه مره، لكن الشعب واقف واحنا واقفين ورا قائدنا. وقلت لهم ان السر الحقيقي في نجاح الشعب المصري كله هو ان احنا الشعب كله بكل طوائفه وبكل احزابه وبكل قواته وقفت في ظهر الرئيس، كلنا وقفنا خلف القياده السياسيه نقول احنا طورناك وبنثق فيك وعلى يقين انك انت هتنجح وتتفوق وتعمل الاحلام. عندنا الرئيس في بدايته كان بيتكلم على ما كانش بيتكلم على برنامج وخطه وموازنه ابدا، عمره ما كلم الراجل بكده. لا، الراجل ده عنده طموحات كبيره جدا وعنده خيال كبير جدا، وعمره ما اتكلم عن حاجه الا لما عملها، وعمره ما اتكلم عن حاجه الا لما تمت. لما بيتكلم على مشروعات كبيره بيقول اهو انا بفتتح اهو قدام العالم. فانا يعني الحقيقه قلت لهم ان هيجي مصر النهارده هشوف اللي حصل في مصر ايه، وهتمتع بخبره جديده وتجربه جديده يمكن ان تكون عندكم. تعالوا شوفوا تجربه التنميه في مصر مشيت ازاي، والى اليوم النهارده احنا بنتكلم على معدلات نمو مجامله، بنتكلم على مشروعات في كل انحاء مصر ولكل فئات مصر. ده التحدي الحقيقي، هتلاقي الشباب بقى ليه دور، الفرقه بقى ليها دور، وزود الاعاقه بقى ليه دور، وهتلاقي القريه المصريه بمشروعات غير تقليديه، مشروعات حياه كريمه، مشروعات كتف في كتف، ومشروعات التحالف الحقيقه. قصه التحالف الوطني اللي حصل النهارده دي تجربه فريده، تجربه تدرس انك تجمع كل جهود الشعب كله في بوتقه واحده وتقول ده اختيار لمن يريد ان هو يتفضل في البوتقه الجديده، بوتقه التحالف دي التجميع الجديده، يقدر يكون معانا عضو في جمعيه عامه عموميه. الجمعيه العموميه دي بتجمع كل القوى اللي بتعمل عمل الخير بارادتها، بتخش هذا التحالف بارادتها، تقدر تطلع منه في اي وقت بارادتها. عظيم. هل التحالف ده يا محمد بيلي، انه في كلام كتير الفتره اللي فاتت بعد ما يعني، ونقدم تهنئه لحضرتك بمناسبه يعني هذا القانون، قانون التحالف الوطني، ولكن بعض الناس كانوا بعض الاصوات بتقول انه القانون ده اتعمل معناه انكم بتمنعوا العمل الاهلي وده ضد العمل الاهلي وضد حريه العمل الاهلي، وهل ده صحيح؟ لا، هو للاسف انه في بعض الناس ما قروش القانون كويس،
بيحاولوا ان هم يتكلموا على حاجات لم مش هي ابدا مش هي اولا لا مفهوم القانون ولا الهدف منه ولا هي اصلا في القانون. القانون ده طلع عشان يجمع كل المجهودات اللي تعمل الخير. المجهودات دي بقى هي مؤسسات المجتمع المدني الكل يقدر يخش طوعية بمزاجه او ما يخش هو حر. الجمعيات الاهليه، رجال الاعمال، الشركات، حتى الجامعات، حتى من الجزء العلمي يعني. فانت بتجمع بتتكلم على منطقه جديده بتجمع فيها كل امكانات سواء كانت امكانيات دي امكانيات ماديه او امكانيات عماليه شبابيه، لان احنا محتاجين برضه فكره التطوع نفسها. موضوع التطوع الشباب موضوع جديد. وقدرات الشباب للعمل التطوعي محتاجين محتاجه انها تنمى ومحتاجه انها تنتشر في كل ربوع مصر ويكون ليها نظام وسيستم جديد. محتاجين نجمع الموارد اللي موجوده كلها ونبدا نقول احنا عندنا دلوقتي احصائيات كامله عن طلبات كل الشعب المصري في كل المحافظات. ايه اعمال الخير اللي ممكن تقدم؟ ايه المناسبات اللي ممكن تقدم فيها؟ ايه الاعمال والبرامج اللي ممكن انها تنشر وتسوق على مستوى القريه وعلى مستوى النجع وعلى مستوى المحافظه؟ بنتكلم بقى على جانب الطلب وجانب العرض. ايه الطلب الموجود؟ ايه تم دراسته كلها والعرض اللي موجود من الجماعه اللي هم خشوا مساهمين. وانا اعتقد انا بس حقيقه بكرر شكر وتقدير لسياده الرئيس انه تبنى الموضوع ده وتبناه وقال احنا هنرسل مبلغ ضخم عشان ننجح الفكره دي نفسها. يعني كده بقى في يعني في تأييد من القياده السياسيه لانتشار عمل السير ده عن طريق التحالف اللي اصلا هو اختياري. التحالف اختياري، الدخول اختياري. نعم. اللي عاوز يخش يتفضل، واللي عاوز يخش واللي عايز يمشي يمشي. نعم. يعني دخول زي ما هو عايز او عايز يمشي منه كمان مفيش اختياري. حتى لو بالظبط كده، هو لو دخل التحالف وهيتمتع طبعا بالعمل المنظم بقى، هنا بنتكلم على عمل منظم على مستوى كل ربع.